نرجع نكمل كلامنا بقى بعد الفاصل السريع ده. احنا عارفين قصه منتخبات مصر والجزائر دي بالذات في كل، على فكره على جميع الكوره بس ومش منتخب الاول بس، كمان في كل الرياضات منتخب الجزائر فريق منافس قوي لمنتخب مصر دايما يعني. فالماتش ده تحديدا وهم في التصنيف الرابع واحنا في التصنيف الخامس قبل بطوله امم افريقيا واحنا الاثنين تصنيف اول، يعني مش هنقابل بعض في المجموعات ده شيء مستحيل دلوقتي. ماتش ليه خصوصيه من ناحيه المواجهه وديه، لكن قبل تصفيات كاس عالم وقبل بطوله امم افريقيا، فنتمنى طبعا ان احنا نستفاد من الماتش اللي كمان اربع ايام زي ما احنا هنستفاد من ماتش النهارده. طبعا هنطلع نروح نشوف تقرير عن انتصارات تاريخيه لمنتخب مصر على شقيقه الجزائر ونرجع نكمل كلامنا تاني. يستعد منتخبنا الوطني لخوض مباراة ودية أمام شقيقه الجزائري على أرض أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم 16 من الشهر الحالي، ضمن استعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوتيفوار. دائما ما تحفل مواجهات مصر والجزائر في كرة القدم بالندية والحماس الشديد نظرا للتاريخ الكبير للمنتخبين الشقيقين وتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين في قائمة المنتخبين على مر التاريخ. وخلال 24 مواجهة جمعت بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر استطاع الفراعنة تحقيق 7 انتصارات جميعها على الصعيد الرسمي، وحسم التعادل 7 مواجهات أخرى، بينما تفوق المنتخب الجزائري في 10 مباريات منها مباراتين وديتين. ويظل انتصار المنتخب المصري وتأهله إلى نهائيات كأس العالم عام 1990 في إيطاليا على حساب نظيره الجزائري بهدف حسام حسن بعد التعادل السلبي ذهابا في الجزائر هو الانتصار الأشهر. وعلى صعيد تصفيات كأس العالم حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على شقيقه الجزائري بنتيجة 5-2 تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجهري عام 2001 في القاهرة، كما حقق منتخب مصر فوزا في تصفيات كأس العالم 2010 بثنائية. بينما كان انتصار المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية عام 2010 في أنغولا على شقيقه الجزائري برباعية هو الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات المنتخبين، مباراة كبرى ينتظرها الجمهور المصري والجزائري بين المنتخبين وديا على أرض الإمارات تسودها الروح الرياضية في حضور جماهيري كبير متوقع ومنتظر. زي ما قلت لحضراتكم مباراة دايما بيبقى لها طابع خاص حتى لو ودية. ماتش الجزائر يعني بصرف النظر عن المنافسة الفنية اللي بيننا وبينهم، لا هي ليها كده كده طابع خاص طبعا يعني. بعد مباراة زامبيا مباشرة النهاردة هتكون في قرعة كأس أمم أفريقيا اللي هي في كوتيفوار إن شاء الله في يناير 2024 ومنتخب مصر في التصنيف الأول. تعال نشوف كده التصنيف الأول، والحمد لله 4 فرق عربية في التصنيف الأول مش هيلعبوا بعض في الأول، مصر والمغرب والجزائر وتونس ومعاهم كوتيفوار والسنغال. التصنيف الاول كله الحمد لله ان احنا مش هنواجه حد فيه. تعال نشوف التصنيف الثاني بقى، معانا الكاميرون، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، غانا، والكونغو الديمقراطيه. اتمنى يبقى معانا الكونغو الديمقراطيه طبعا، ده يعني تمني شخصي. التصنيف الثالث ايضا في فرق قويه في جنوب افريقيا، معاك غينيا، كاب دي فيرد الراس الاخضر، زامبيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا بالمناسبه يعني. طبعا احنا عندنا منتخب قوي في كل فئه يعني التصنيف الرابع مثلا في انغولا وغينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا وجامبيا وتنزانيا. انغولا فرقه مش سهله برضو، اعتقد اصعب مجموعه ممكن تكون فيها مصر هي لو مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا وانغولا، دي كده يعني لو انت جالك اصعب الفرق في كل مجموعه في كل تصنيف يعني. وممكن تقع في مجموعه مثلا فيها غانا والكاميرون، وممكن تقع مع غانا والكاميرون بدل نيجيريا مثلا يعني، لو انت مع كاميرون او نيجيريا برضو فرقه تقيله جدا. اسهل مجموعه، ادي التصنيفات معانا على الشاشه اهي، اسهل مجموعه ممكن نقع فيها لما تكون مصر والكونغو وموريتانيا وناميبيا مثلا، او في الاخر يجي لك فرقه زي جيبوتي مثلا. الحاجات دي يعني انا موزمبيق مثلا لو معانا في الاخر برضو من الفرق السهله جدا التصنيف الرابع. التصنيف الثالث زي ما انتم حضراتكم شايفين في جنوب افريقيا فرقه مش سهله، غينيا برضو من الفرق اللي ممكن تعافر يعني. التصنيفات كلها فيها فرق صعبة، كل تصنيف فيه فرق صعبة الحقيقة يعني. والتصنيف الرابع ده أنا أتمنى مثلا جامبيا من الفرق السهلة، ناميبيا طبعا من الفرق السهلة جدا جدا يعني. فكل تصنيف فيه فرقة صعبة وممكن نبقى محظوظ ونبقى في الفرق السهلة. موريتانيا فرقة من لو التصنيف ثالث فيه موريتانيا، طبعا موريتانيا فرقة سهلة جدا. فالحقيقة إن احنا قدام قرعة في الآخر، وهي في الآخر احنا وحظنا في القرعة، أنا فاهم القصة دي، لكن أنت منتخب بطولة ودايما بتترشح ان انت في الفاينل يعني. انت
2017 في الفاينل و2021 في الفاينل. واللعيبه حاسه ان هي ما قدرتش في البطولتين دول، وصلنا للفاينل وخسرنا. تريزيجيه مثلا كان ليه تصريحات هنقولها مع بعض النهارده، هم حاسين بمشكله، الجيل ده حاسس بمشكله انه ما خدش بطوله قاريه، وهم محتاجين بطوله قاريه. الحقيقه الجيل ده محتاج بطوله قاريه، حتى لو راحوا كاس العالم هم الاولويه دلوقتي لبطوله قاريه. الجيل ده راح كاس عالم بالمناسبه خلاص في روسيا، وممكن يروح كاس عالم تاني وتالت ورابع، مفيش مشكله يعني، بس الجيل ده كله ما فازش ببطوله قاريه، فمحتاجين بطوله قاريه، ومحتاجين ان هم يحطوا نفسهم في وضع افريقي، يبقوا طبيعه منتخب مصر على مر العصور ان هو المنتخب البعبع، المنتخب اللي هو دايما مرشح انه ياخد البطوله مش يوصل النهائي بس. الموضوع مره دي صعب زي كل مره، كل مره بتبقى صعبه، كل مره بيبقى منافسينك اقوياء. دول شمال افريقيا والدول الافريقيه القويه معروف ان هم بيبقى هدفهم البطوله برضو. صدقوني احنا محتاجين للجيل ده نقف كلنا وراه عشان ياخد بطوله افريقيا، دي هتفرق مع الجيل ده جدا، انك تجيب بطوله افريقيا لبلدك بالجيل ده، خصوصا ان انت معاك محمد صلاح، معاك محمد النني، معاك محترفين، معاك تريزيجيه اللي هو محترف ما شاء الله عليه يعني ماشي بخطه ثابته، معاك كل الحاجات او المؤهلات اللي تاهلك ان انت تاخد بطوله افريقيا. فاتمنى ان احنا يبقى يعني هدفنا المره دي هو اللعيبه كلها نفسها وبتعمل ده، وفيكتوريا مدرب يعني عنده اللي يقدمه المنتخب مصر وشايفين اضافه منه، فنتمنى ان احنا الناس كلها تدعم بقى المنتخب. ماشي تصفيات كاس عالم مهمه وكل حاجه، بس انا اتمنى ان الناس دي تحقق بطوله قاريه. نروح بقى للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف. النهارده في سحب القرعه مشارك اربع نجوم افريقيه في سحب القرعه في كاس افريقيا طبعا اللي هتجري مساء اليوم في كوديفوار. وقال الكاف يوم الخميس القرعه تجرى بمشاركه ساديو ماني نجم السنغال طبعا، وديدييه دروجبا النجم السابق لكوديفوار ورئيس الاتحاد الايفواري طبعا، وجون اوبي ميكالي نجم نيجيريا، واشرف حكيمي نجم منتخب المغرب. طبعا تواجد عديد من النجوم وعدد من اساطير الكره الافريقيه، على راسهم طبعا راضي الجعيدي نجم منتخب تونس السابق بطل افريقيا 2004. ومعانا طبعا نجوم كتير موجودين، انتوا عارفين القرعه دي بيبقى ليها دايما شكل خاص جدا، ودايما زي ما حضراتكم عارفين بيبقى فيه حظوظ لمنتخبات، ممكن منتخب صغير تلاقيه وصل لانه في مجموعه سهله ويبقى الطريق بتاعه ماشي بشكل كويس، وممكن كمان تلاقي منتخب عظيم جدا وكبير جدا القرعه مش خدناه وواقع مع منتخبات صعبه جدا وتاهل بصعوبه وبقى في سكته ناس كبيره، منتخبات كبيره يعني اقصد، ما يبقاش محظوظ قوي. نتمنى ان احنا نكون موفقين في قرعه النهارده، ونتمنى ان احنا نعد نفسنا جيدا. احنا عندنا ماتشين اهو المره دي كويسين، وفيهم ماتش زي الجزائر ده، زامبيا والجزائر فرقتين كويسين على فكره كتجهيز يعني، والجزائر كمان فرقه بتحطك في مود بطوله افريقيا الحقيقه، كضغط وكفرقه قويه وكناس دايما في منافسه، ويعني زي ما حضراتكم عارفين المنافسه بيننا وبين البطولات بين الفرق بتاعت شمال افريقيا دايما فيها قوه وشراسه. تعالوا بقى احنا يعني زي ما حضراتكم عارفين وصلنا مرتين لبطوله افريقيا 2017 و2021 وما كسبناش. الفريق البطل ما ينفعش يخاف من اي منافس ولا يقلل من اي مجموعه، الفريق البطل لازم يكسب كل المنافسين عشان يحقق اللقب. الجيل ده محتاج يحقق لقب قاري زي ما قلت لحضراتكم، لان الجيل ده مليان مواهب، مش بس محمد صلاح بالمناسبه يعني، لكن كل اللعيبه تستاهل ده، وبالتوفيق لمنتخب مصر.